إن تونس والجزائر ومراكش هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم واختيار نوع الحكم الذي يقررونه، وإن خصومتنا ليست إلا ضد المستعمر الذي يعمل منذ وجوده في بلادنا على انتزاع كل مقوماتنا الاقتصادية والسياسية والروحية. والتحية نيرالية لكل الشعب المراكشي وليس الشعب المغربي، بل نحن بالأصل الشعب المراكشي. أفلم تفهم يعني ماشي طاقة زعما لا المغرب يعني نجري الكائن أصلنا قانانا مراكش الشعب المراكش. وبالخصوص الدولة التي يسمونها المغرب حاليا التي نحن نسميها مراكش. السيد تحدث يعني أنت بالنسبة إليك الريف لا ينتمي أبدا إلى الدولة المغربية. الريف لم ينتمي أبدا إلى الدولة المغربية، لم ينتمي، والدولة المغربية لم تكن أبدا. الدولة المغربية صناعة فرنسية صنعها الجنرال ليوتي سنة 1912. على هذه الحالة كل دول العربية صناعة. إذن المملكة المغربية ولدت سنة 1912 لأن قبل ذلك كانت تسمى بالآيلة الشريفة. نعم. لم تسمى أبدا بالمغرب. إذن هنا الاسم الذي نحن نطلق على ما يسمى اليوم بالمغرب نسميه مراكش كما كان يسمى في القديم. لما أمضى السلطان عبد الحفيظ عقد الحماية الفرنسيين في سنة 1912، أنا ذاك المغاربة اعتبروا أنهم لم يعد لهم سلطان. يعني خذلهم. خذلهم. وفي المناطق الأمازيغية قالوا عبارة إجليد إن رومين، هذا معناه أنه هذا سلطان النصارى. سلطان النصارى. لذلك لما نصب الفرنسيون المولى يوسف يعني لم يهتم المغاربة به. يعني اعتبروه مثل المندوب السامي. ايه يعني هناك مقولة قالها ماريشال ليوطي يا فظيعة، قال مولى يوسف هي صفحة بيضاء سنكتب فيها تاريخ المغرب. هذا التمثال من أمام القنصلية الفرنسية في الدار البيضاء. يعود هذا التمثال لهوبر ليوتي وهو أول مقيم عام عينته فرنسا في المغرب في سنة 1912، وذلك بعد توقيع معاهدة الحماية في فاس التي كانت عاصمة المغرب آنذاك، وتجمعه هذه الصورة مع السلطان مولاي يوسف. إلا أن تعيينه لم يكن خاليا من المشاكل، فقد اصطدم مباشرة بثورات القبائل التي حاصرت المدينة احتجاجا ضد توقيع معاهدة الحماية واعتبرتها احتلالا، ودارت اشتباكات بين القوات الفرنسية وأفراد القبائل وقتل فيها الكثير من الطرفين. تشير مصادر تاريخية إلى أن المارشال ليوتي بعد هذه الأحداث وجه رسالة إلى نائب في البرلمان الفرنسي وكتب فيها: لو مدتني فرنسا بمئة ألف جندي لن يجد الأمر شيئا، هذه البلاد لا يمكن معالجتها بالقوة فقط. الطريقة المعقولة والوحيدة والأنسب والتي أرسلتني فرنسا من أجلها أنا وليس شخصا آخر غيري هي اللعب الدائم على حبلي السياسة والقوة. بعض المؤرخين يقولون إن ليوتي اعتمد سياسة إسلامية من أجل إحكام قبضته على البلاد، وتقوم تلك السياسة على مبدأ التوقير والاحترام تجاه كل ما يتعلق بدين وعادات المغاربة، وهذا الرسم التعبيري يمثل تكريمه لباشا مراكش التهامي لكلاوي، كما ينسب له الكثيرون الفضل بتأسيس الدولة المغربية، وذلك بعدما كانت إقليمين منفصلين وهما مراكش وفاس، ومن إسهاماته أيضا مساعدة الملك المغربي في بسط نفوذه ووضع العالم المغربي ونقل العاصمة من فاس إلى الرباط. الناشط المغربي مصطفى المنوزي يقول إن الوقت قد حان لإزالة تمثال المارشال على اعتبار وجوده مستفزا لسلالة المقاومة وجيش التحرير بحسب تعبيره. المطلب ديالنا سهل، هذا النصب كيف ما كان الحال حان الوقت باش أنه تم الإزالة دياله، لأنه كيرمز لواحد المرحلة، كيرمز لواحد المعمر، كيرمز لواحد الفترة حالكة يسمونها فترة الحماية ونحن نسميها فترة الاستعمار. إذن المارشال ليوطي بزيه العسكري يستفز مشاعرنا
نحن سلالة المقاومة وجيش التحرير. إذن هل يرمز تمثال المارشال يوتي لفترة الحماية أم لفترة الاستعمار؟ هنا اختلف المغردون. هذه تدوينة لحساب أوكاسون يقول: المغرب لم يتعرض للاستعمار منذ قرون عديدة. الفرنسيون دخلوا بطلب من السلطان المغربي وفق معاهدة الحماية لحماية السلطان من الشعب أثناء فترة السيبة. إبراهيم تغريدته تقول: التمثال لا يعبر إلا عن ولاء المخزن والمغرب النافع لأمهم فرنسا ومؤسس المغرب الحالي ليوتي، فلا يزيلوه أبدا ما داموا في سدة الحكم. أما سيرين تغريداتها تقول: بالله عليكم، كيف تزيلون رمز المغرب وبان الدولة المغربية الحديثة ومصمم العالم المغربي الأحمر محمد الراجي؟ ما بقاش في الشارع، دخلوا القنصلية، والقنصلية أرض تابعة للدولة الفرنسية. سألنا القنصلية الفرنسية في الدار البيضاء إذا كانت ستستجيب لهذا الطلب، لكن لم تردنا إجابة إلى الآن، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أكد قبل أيام أن بلاده لن تزيل أي تمثال لشخصية تاريخية فرنسية.